السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة من الفصل بعنوان بناء القيروان. نافع في بناء القيروان، والقيروان ده كان ليه أهمية كبيرة. ليه فكروا في بنائه؟ أول حاجة علشان يكون عاصمة للمسلمين في هذه المنطقة، يعني ليكون المسلمين ليهم مكان، عاصمة ليهم في المكان ده. تاني حاجة علشان يضم أسلحة الجيش والمتاع بتاعه. تالت حاجة علشان الجيش ما كانش ليه قبل كده مقر آمن يعسكر فيه. رابع حاجة علشان يلتقي فيه المجاهدون عشان يتناقشوا مع بعض ويتعلموا فنون الحرب. طيب، عقبة بن نافع وصل لمكان اسمه مكان يسمى قمونية. المكان ده هو الاسم القديم للقيروان. كان ليه صفات المكان ده ان هو كان بعيد عن البحر، وكان كثيف الاشجار، وكان طيب الهواء وجيد التربة، ومليء بالسباع والافاعي والحشرات والوحوش. يبقى فكر عقبة في بناء القيروان، وعرفنا ليه فكر فيه. وصل لمكان اسم المكان ده اسمه قمونية. صفات المكان عرفناها ان هو كان بعيد عن البحر وكثير الاشجار، وكان جيد التربة، ويمتلئ بالسباع والافاعي والحشرات. طب القيروان القديم ده كان الروم والبربر ما كانوش عايشين فيه وهجروه بعده عنه ليه؟ عشان كان مليء بالسباع والحشرات والافاعي. ولكن عقبة بن نافع لما وصل هناك امر جنوده بان يقوموا بتنظيف المكان من السباع ومن الوحوش ومن الحشرات والافاعي. وأكد المؤرخون أن المكان ده فضل نظيف بدون أفاعي ولا وحوش ولا حشرات ولا أي حاجة من دي طوال 40 سنة. طيب يلا نشوف الأسئلة في الامتحان ممكن تجيلي في الجزء ده ازاي. 1، لماذا فكر عقبة في بناء القيروان؟ 1، ليكون عاصمة للمسلمين في هذه المنطقة، لتضم الجيش بأمتعته وأسلحته، لأن الجيش ليس له مقر آمن يعسكر فيه. 4، حتى يلتقي فيه المجاهدون ليتدارسوا فنون الحرب. إلى أين وصل عقبة؟ قلنا إلى مكان يسمى قمونية. ما صفات هذا المكان؟ مهم جدا، إن هو بعيد عن البحر، كثيف الأشجار، طيب الهواء وجيد التربة، ومكان مليء بالسباع والأفاعي والحشرات. لماذا هجر الروم والبربر مكان القيروان قديما؟ لأنه كان مليء بالسباع والحشرات والأفاعي. بماذا أمر عقبة جنوده بعدما وصل إلى قمونية والذي أكده المؤرخون؟ قلنا أمر عقبة جنوده بأن ينظفوا المكان من السباع والوحوش والحشرات والأفاعي. وأكد المؤرخون أن هذا المكان ظل نظيفا لم تدخله أفاعي ولا حشرات ولا وحوش لمدة 40 سنة. عقبة إدى إشارة للمسلمين ببناء القيروان لما قام بتركيز الرمح بتاعه في الأرض، وقال لهم هذا قيروانكم. إيه اللي عمل المسلمين بعد ما عقبة إدى إشارة البناء؟ قعدوا يبنوا في القيروان، وقعد المدة بتاعتهم 5 سنوات يقوموا بالبناء، من سنة 50 هجريا لسنة 55 هجريا. بعد كده عقبة بن نافع والمسلمون بنوا مسجد أطلق عليه المسجد الجامع، وانشغل المسلمون بعد بناء المسجد ببناء بيوتهم اللي هيقوموا فيها. طب المسجد الجامع ده كان ليه أهمية ولا ملوش أهمية؟ كان ليه أهمية كبيرة في الدعوة الإسلامية، وكان مكان بيجمع فيه المسلمون لأداء العبادات، وبيتعلموا فيه أمور الدين والدنيا، وبيتعلموا منه تعليم الإسلام السامحة زي التعاطف والتراحم والعدل. ده كان أهمية المسجد الجامع، كان ليه أهمية كبيرة في الدعوة الإسلامية. تعالوا نكمل مع بعض. ما إشارة بدء البناء؟ إشارة بدء البناء حينما ركز عقبة بن نافع الرمح في الأرض قائلا هذا. ماذا فعل عقبة بعدما طهر المسلمون قمونية؟ قلنا ركز رمحه في هذا المكان، واستغرق البناء حوالي 5 سنوات. لازم نعرف من سنة كام لسنة كام، من سنة 50 هجريا لسنة 55 هجريا. ما الذي بناه عقبة والمسلمون؟ قلنا بنوا المسجد الجامع. وماذا أطلقوا عليه؟ أطلقوا عليه هذا الاسم، اسم المسجد الجامع.
وانشغلوا بعد ذلك ببناء بيوتهم التي سيقومون فيها. الفصل ده صغير كده، يبقى احنا خلصنا الفصل الحداشر. برضو الهومورك بتاعنا هو حل أسئلة البوكليت ونراجع الفصلين اللي قبله. نتقابل إن شاء الله في الفصل اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.